انطلقت المسابقة الأولى من نوعها لرياضة التجديف في البحرين من شاطئ مراسي الواقع في مدينة المحرق بجامعة بذلك محترفي وهواة هذه الرياضة. هذه المسابقة ضمت 4 فئات وأكثر من 50 مشاركا يتنافسون بروح رياضية للوصول إلى خط النهاية. تجربة رياضية فريدة، فهي الأولى من نوعها في البحرين. انطلقت من شاطئ مراسي في مدينة المحرق وجمعت في منافستها روح المتعة والمغامرة. والله شيء جيد، وإن شاء الله يكون فيها يعني ناس أكثر من كذي. أول مرة تصير، احنا تجمعاتنا تصير يعني ماكسيموم تكون 17 واحد تقريبا، فشيء حلو هاي التجمع نشوفه. بالعكس هالمهرجان يعني فرصة عشان الناس يعرفون شنو رياضة الكاياك، ويعرفون يعني في البحرين أكثر من شباب، وتعرفون علينا رياضة زينة وصحية يعني حق عامة الجسم. بالعكس يعني نشوف ما شاء الله وايد ناس حركة وجماهير. طبعا لعبتنا لعبة الكاياك، وأنا طبعا صار لي فيها تقريبا سنة واحدة، وحقيقة تعلقت في هذه اللعبة لأنك فايل واحد يجي البحر يرفع عن نفسه. العنصر النسائي لم يكن غائبا عن هذه المنافسة رغم ما تتطلبه من جهد عضلي، فضلا عن الجهد العقلي الذي ينصب في التركيز على نقطة النهاية. أول مرة أشترك في كاياك كومبيتيشن في البحرين، اشتركت قبل كده في مصر في نايل كاياكينج. رياضة الكاياك يعني ممتعة جدا وصحية جدا، تخلي في فتنس كويس، ويعني يا ريت كل البنات وكل الأعمار، بنات كبار بنات صغيرين، كله يشترك فيها. جهد شبابي بارز كان هو أساس نجاح هذه الفعالية التي تميزت بحضور جماهيري كبير وإعجاب من قبل رواد الشاطئ. كل عندنا أهداف في المستقبل، صار عندنا رحلات مسابقات باستمرار على طول يعني. فهذا أول يوم، اليوم مهرجان جايبين وايد أنواع القوارب عشان الناس تتعرف عليهم، الناس تشوف شنو الرياضة التجديف، وإن شاء الله الناس تتشجع، خاصة الشباب إنه منشجع الصغار في هال في هال في هالرياضة. هذه المسابقة اشتملت على أكثر من 12 سباق، شارك فيه أكثر من 50 مشاركا تسبقت قواربهم مع أمواج البحر أملا في الفوز، بيد أن الخسارة في هذه اللعبة الجميلة كانت في حد ذاتها متعة. قوارب لا يتعدى طولها 6 أمتار تجمع بين الرياضة والترفيه في جو عائلي لا يخلو من الطاقة الإيجابية. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.